السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن ملف الدوت docker ignore. Before the docker CLI sends the context to the docker daemon. إذن الدوكر CLI قبل أن يقوم بإرسال الكونتكست أي المشروع بملفاته ومجلداته إلى الدوكر daemon، ستقوم أولا الدوكر CLI بالنظر في محتوى هذا الكونتكست، هل يحتوي على ملف بهذا الاسم أم لا dot docker ignore. إذا كان موجود if this file exists the CLI modifies the context to exclude files and directories that match patterns in it. إذن docker ignore هذا يكون معرف فيه مجموعة من الباترنز أو الأنماط أو ممكن نقول عنها الشروط. إذا ما تحققت هذه الشروط على أسماء هذه الملفات والمجلدات سيتم استثناؤها من عملية إرسالها إلى الدوكر daemon. This helps to avoid unnecessarily sending large or sensitive files and directories to the daemon. مثلا لدينا مشروع Node.js. Node.js هذا ممكن نحن نتعامل مع third parties والتي تتطلب منا بعض الconfiguration. في هذه الconfiguration تكون لدينا بعض المعلومات الحساسة مثل الكيز على سبيل المثال، هذه نحن لا نريد أن نقوم بمشاركتها. إذا نحن لا نريد أن نقوم بعمل copy لها أو عمل send لها للدوكر daemon، بالتالي نحتاج إلى تعريف ذلك في الدوكر ignore file. أو مثلا لدينا أيضا في مشروع Node.js عادة يتم إنشاء لنا مجلد ضخم جدا اسمه Node Modules، هذا أيضا لا نريد أن يتم عمله copy أو يتم نقله، فممكن لاحقا نقوم بإنشائه عن طريق ملف الباكيج.json. إذا نحن لسنا بحاجة إليه فلماذا نقوم بعمل send لهذا اللارج دايركتوري؟ إذا أيضا نقوم بعمل له exclude حتى لا يتم إضافته إلى الدوكر daemon. كل هذا يتم تعريفه إذن في ملف الدوت docker ignore. هذا هو ملف أو مثال على ما يمكن أن يحتويه ملف الدوت docker ignore. ممكن نقوم بعمل comment وفي كل سطر نحن نقوم بتعريف الباترن. هنا يعطينا شرح لهذه الباترنز ما التي تقوم بعمله. أولا لدينا هنا الكومنت. الكومنت هذه يتم تجاهله، نأتي على هذا النمط على سبيل المثال، هذا هو البيهيفيور أو التصرف الذي سيقوم به الدوكر CLI. Exclude files and directories whose names start with top in any immediate subdirectory of the root. إذا سوف يتم النظر في الروت الخاص بالكونتكست، يعني سينظر في الروت أو في الكونتكست أو في المشروع، سينظر في المجلدات الفرعية الأولى فقط، هل هنالك اسم لملف أو مجلد يحتوي على هذه الكلمة أو يبدأ بهذه الكلمة، يبدأ start، إذا يبدأ بهذه الكلمة top. إذا نحن الآن بداخل الروت الخاص بالمشروع الخاص بنا، لدينا مثلا بداخله هذا المجلد sumdir أو ممكن نشرح هنا أحسن. إذا هذا الباترن، إذا هذا هو المشروع نحن الخاص بنا، هذا هو الروت directory. إذا لدينا two sub directories أو مجلدات فرعية، هذا الأول وهذا الثاني. إذا سوف ينظر بداخل هذه المجلدات الفرعية الأولى فقط، سوف ينظر إلى هنا وإلى هنا، لن يقوم بالنظر بداخل هذا المجلد الموجود هنا. إذا بداخل هذا المجلد سوف يرى هل هناك ملف أو مجلد يبدأ بكلمة top. إذا لدينا هنا هذا الملف يبدأ بكلمة top، إذا هو يحقق هذا الباترن أو هذا الشرط، وبالتالي هذا سوف يتم عمل له exclude ولن يتم إضافته إلى الدوكر daemon. نفس الشيء هنا بالنسبة لمجلد السورس، سوف يرى هل هناك مجلدات وملفات تحقق هذا الباترن. إذا لدينا هنا هذا المجلد هو يحقق هذا النمط، وبالتالي هذا سوف يتم عمل له exclude، هنا لا يحقق، وهنا التومب هذا هو بداخل مجلد آخر وبالتالي لن يتم النظر إليه. الآن نأتي على الباترن الثاني، إذا شبيه تماما فقط هناك ليفل زيادة في السب دايركتوري. إذا نفس المثال هذا، إذا هنا ما الذي سيتم عمل إكسكلود له؟ هذا الباترن هو ينظر في الليفل الثاني من السب دايركتوريز أو المجلدات الفرعية. إذا هذا هو الليفل الأول، هذا يعتبر ليفل أول، هنا يعتبر ليفل ثاني، هنا يعتبر ليفل ثاني. طبعا يتم النظر بداخل محتويات هذا الليفل وليس في الليفل بحد ذاته. إذا هنا ما الذي سيتم تجاهله؟
سيتم تجاهلنا هذا الملف فقط وأيضا هذا المجلد. هذا لن يتم تجاهله لأنه بداخل الليفل 1، لكن هذه الأشياء هي بداخل الليفل 2، وبالتالي سيتم عملها ماتش مع الباتر، وبالتالي سوف يتم تجاهله. ولدينا مثلا هذا النمط على سبيل المثال توم، ثم علامة الاستفهام exclude files and directories in the root directory whose names are a one character extension of tomp, for example slash tomp a أو tomp b. إذن هنا أيضا يبدأ بكلمة tomp وبعدها فقط يكون حرف واحد لا غير، سواء a b z y لا يهم، سيتم عمل لهم تجاهل. أيضا لدينا هنا علامة أخرى وهي ال exclamation mark. هنا نحن نقوم بتجاهل جميع الملفات التي تنتهي باللاحقة .md، يعني نحن نقوم بتجاهل جميع ملفات المارك داون، لكن إذا أردنا أن نقوم باستثناء ملف واحد فقط من هذا الباترن هنا سنقوم بإسباقه بعلامة الإكسكلاميشن مارك. إذن هنا سيتم تجاهل جميع الملفات التي تنتهي ب .md ما عدا هذا الملف الذي اسمه readme. إذن هذه بعض الباترنز، طبعا ممكن تعمل أكثر من هذا، ممكن تستخدم regular expression بشكل عادي جدا وتقوم باستثناء ما تود، أو ممكن تعطي اسم مباشرة، يعني ممكن أنا أعمل باترن بهذا الشكل node modules. إذن هنا سيتم تجاهل لي المجلد الذي اسمه node modules الذي يكون متواجد بداخل الروت دايركتوري للمشروع الخاص بي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.